عبقري مصري، سجل اسمه كأول عالم عربي بيحصل على جائزة نوبل العالمية بمجال علمي. حققت اكتشافاته العلمية ثورة بالعالم، وظل اليوم أيقونة ومثل أعلى لملايين الشباب والطلاب العرب. أنا كنت من صغري وأنا اهتماماتي واضحة، أنا يعني تقريباً عارف أنا عايز أعمل إيه، وفي نفس الوقت ما بضيعش وقت. العالم وعبقري الكيمياء المصري أحمد زويل، انولد بمدينة دمنهور، خرج من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، تخصص علوم الكيمياء، نال بنفس الجامعة شهادة الماجستير بمرتبة شرف، حصل بعدها على منحة دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية، سافر لأمريكا، درس بجامعة بنسلفانيا، وحصل على شهادة الدكتوراه بعلوم الليزر، اشتغل لعدة سنوات بجامعة كاليفورنيا، بعدها انتقل للتدريس بأهم جامعة علمية بالعالم، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتك، حصل على الجنسية الأمريكية وتدرج بالمناصب العلمية داخل الجامعة لحد ما وصل لمنصب أستاذ علم الكيمياء، المنصب اللي شغله قبل زويل عالم وباحث أمريكي حاصل على جائزة نوبل مرتين. التربية والتعليم الأولي اللي أنا أخدته في مصر، أنا بالنسبة لي ده كان جزء أساسي في تركيب الشخصية بتاعة أحمد زويل. بعد سنوات من البحوث والتجارب، وتحديداً بسنة 1999، دخل العالم أحمد زويل سجل التاريخ كأول عالم عربي بيحصل على جائزة نوبل العالمية بالكيمياء عن اختراعه اللي غير شكل علم الكيمياء بالعالم. مايكروسكوب بيصور أشعة الليزر بزمن مقداره فيمتو ثانية، يعني بسرعة جنونية. اختراع أذهل العالم، خاصة أنه أسس لعلم كيمياء الفيمتو، وأعطى العلماء والخبراء القدرة على مراقبة حركة الذرات داخل الجزيئات عن طريق الليزر. May I convey to you my warmest congratulations on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences and ask you to come forward to receive the Nobel Prize in Chemistry of 1999 from the hands of His Majesty the King. نشر العبقري أحمد زويل أكثر من 600 مقال علمي و16 كتاب، واختير من بين أكثر 25 عالم وباحث ومؤثر بالعالم بنفس القائمة اللي ضمت أينشتاين وغراهام بيل. وغير جائزة نوبل، حصل على أوسمة وجوائز عالمية من أمريكا، دول أوروبا، وأكيد مصر. الشهادات والجوائز والحاجات دي بتيجي سنوية، لازم يكون عندك فعلاً الشغف إنك تنجح في اللي انت عايز تعمله. نقل أحمد زويل كل خبرته وتجاربه بأمريكا لمصر عن طريق تأسيس مدينة علمية متكاملة بالقاهرة، مدينة بتضم جامعة ومراكز أبحاث هدفها تطوير العلم واحتضان المبتكرين. رحل العبقري زويل عن عالمنا وترك وراء إرث علمي وإنساني كبير، والأكيد أنه حيضل بالنسبة لملايين الشباب العرب الملهم والعبقري والقدوة اللي بيطمحوا يصيروا مثلها بيوم من الأيام. وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها.